وصل النجم ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين الفائز بكأس العالم لعام 2022، وصل زيارته لمختلف المدن السعودية، وظهر ميسي مع عائلته اليوم في مدينة الدرعية التاريخية، كما التقطت له صور في حي طريف الشهير. وعينت السعودية ميسي سفيرا للسياحة لديها العام الماضي، وزار جدة في مايو 2022، ثم عاد لخوض مباراة ودية جمعت بين باريس سان جيرمان الفرنسي وتشكيلة من نجوم النصر والهلال، قبل أن يسجل زيارته السياحية الثانية إلى السعودية. استمرارا للاستعدادات لحفل تتويج الملك تشارلز رسميا يوم 6 مايو، أعلن قصر باكنغهام أن ملك بريطانيا سيرتدي ثيابا مخملية من الحرير القرمزي والأرجواني، وهي ثياب ارتداها جده الملك جورج السادس أثناء تتويجه عام 37. وقد وصل حج القدر التاريخي، وهو رمز قديم للملكية الاسكتلندية، من العاصمة إدنبرا إلى كنيسة ويستمنستر في لندن، حيث سيتم تتويج تشارلز ملكا للمملكة المتحدة، والذي يعود عمره لمئات السنوات ويعد جزءا لا يتجزأ من الاحتفال الملكي، حيث استخدم هذا الحجر منذ قرون في تتويج ملوك اسكتلندا سابقا. يواصل فيلم The Super Mario Brothers تصدره شباك التذاكر في أمريكا الشمالية، محققا إيرادات تجاوزت $1 مليار في مختلف أنحاء العالم. بدأ عرضه في دور السينما العالمية الشهر الماضي خلال عطلة عيد الفصح، وحقق عائدات مالية كبيرة تجاوزت $40 مليون في كندا والولايات المتحدة. ويعد فيلم الرسوم المتحركة المستوحى من لعبة سوبر ماريو أول فيلم تتخطى إيراداته $1 مليار هذا العام.